عرفتوا شو بدنا نعمل شباب؟ يا شباب بدنا نراقب ابو الورد وابو شاكر ونعرف وين عم يروحوا ويجوا خطوه بخطوه. وليش كل هالشي يا شباب؟ فهموني. لانه عمي ابو حاتم ومعتز بعثوا لنا خبر انه هذا ابو شاكر كذاب وعم ينتحل شخصيه غير شخصيته، وحذرونا من ابو الورد كمان. شو هالحكي؟ يعني الزلمه داسوس على الحاره؟ الله العليم، يعني نحن ما بنشك بحدا، بس يعني نحن هيك اجتمعنا لحتى نرتب الامور ونعرف كل شيء عن هدول الجماعه. اتركوا موضوع ابو الورد علي وعلى ابو عناد. ايه مو بس هيك، انا جاهز لاي شيء بتلفوني فيه. كفو ابو عناد، انت ما بتقصر. وانا براقب لكم ابو شاكر وبشوف لكم اخبار. بري عليك حدو. ها اجى خاطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمني، شو الاخبار؟ ماله مبين. شلون ماله مبين؟ لك له ساعتين تارك دكانته، وين راح؟ لك هلا نحن لابد نعرف كل شيء عنه، بس الشغله بدها شويه وقت. وشو بدكم؟ انا جاهز. معلش حكيم، يعني انت خليك بعيادتك، بدنا اياك على الطلب، ما بدنا نعذبك بصراحه. يعني من اول جيتك على الحاره إيه ما عاد في زبون اجى سال عن دواء. الله عليك يا عصام.